النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. حتى الساعة ما تقول فول تيسير بالمكيول، هذه خلاصة الأجواء المحيطة بملف التشكيل الحكومي المرتكز على مبادرة الرئيس بري غير المكتملة بانتظار قبول الأطراف بما تم عرضه لجهة صيغة 24 وزيرا التي أصبحت ثابتة. وأي منطلق سينطلق من هذه النقطة؟ ويبقى هناك الاتفاق على تفاصيل توزيع الوزراء والحقائب، وفي حال التجاوب وعدم دخول الشياطين في تفاصيل التعقيدات وتجاوز الألغام، يتم اتخاذ القرار النهائي للشروع في إنجاز التشكيلة الحكومية. وإذا كانت البلاد قد دخلت في عطلة عيد الفصح المجيد حتى يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن المصادر أكدت أن الاتصالات ناشطة في الكواليس، لا سيما لجهة كيفية توزيع الحقائب وتشكيل حكومة متوازنة. واعتبرت هذه المصادر أن هذه العطلة ستكون حاسمة، وإلا تكون العودة إلى المربع الأول، وليتحمل كل فريق مسؤولية مواقفه، ما يعني غرق البلاد في مزيد من الأزمات المتفاقمة الاقتصادية والمعيشية والأمنية. وسط هذه الأجواء، دعا البطريرك الراعي معرقلي تشكيل الحكومة إلى الكف عن التضحية بلبنان من أجل شعوب وقضايا ودول أخرى، وإلى الكف عن البدع الميثاقية والإفراج عن القرار اللبناني والشعب. وعسرا زار رئيس الجمهورية كركي لمعايدة البطريرك الراعي بمناسبة عيد الفصح المجيد، على أن لا يشارك في قداس عيد الفصح يوم الأحد لأسباب صحية. الرئيس عون تمنى الخروج من النفق الأسود التي تمر به البلاد، مبديا تفاؤله تشكيل الحكومة رغم تأكيده بأن العقد تتوالد. زار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الصرح البطريركي في بكركي لتقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنأ الرئيس الجمهورية البطريرك والمطارنة بالفصح المجيد، متمنيا أن يعود عيد القيامة على اللبنانيين في ظروف أفضل وقد انقضت جائحة كورونا وتمكن لبنان من التغلب على كافة الصعاب التي تواجهه. إلى ذلك، عقدت خلوة في الجناح البطريركي بين الرئيس عون والبطريرك الراعي استمرت زهاء 45 دقيقة، تحدث بعدها رئيس الجمهورية وأكد أن البطريرك هو المساعد الأول في تسهيل تشكيل الحكومة وننتظر عودة الرئيس المكلف، مشيرا إلى أن العقد تتوالد حيث نقوم بحل عقدة فتخرج أخرى، لكني دائم متفائل. جئنا طبعا من ضمن التقاليد طبعنا ومحبتنا لغبطه، جينا نعيده بمناسبة العيد الكبير، نتمنى لألو وللشعب اللبناني يلي هو بتركه الخروج من النفق الأسود يلي مارق فيه لبنان، ونتمنى يكون العام الآتي أحسن وأفضل. وطبعا بجهود المسؤولين والشعب اللبناني أيضا، لأنه ما في مسؤولين إذا ما في شعب، والسلطة الأساسية بإيد الشعب اللبناني. شكرا. فخامة الرئيس أمدين الخروج من النفق الأسود ليرجع الرئيس من بره، متفائل فخامة الرئيس بحكومة هالأسبوع؟ لا يرجع الرئيس المكلف. هل توافقون على كل الخطوات والمساعي اللي عم بيقوم فيها البطريرك الراعي بإطار عملية تشكيل الحكومة؟ بالأساس هو المساعد الأول. انحلت كل العقد فخامة الرئيس؟ فخامة الرئيس لا، العقد هي بتتوالد، محل وحدة بتطلع وحدة. بعدك من شئ فخامة الرئيس يعني؟ أنا دايما متفائل. حتى الساعة مبادرة الرئيس بري الحكومية غير واضحة المعالم بانتظار جواب الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. ما جديد الملف الحكومي؟
أجواء إيجابية أشيعت مع انطلاق مروحة الاتصالات حول مبادرة الرئيس بري لتأليف الحكومة، فهل سلكت هذه المبادرة طريقها فعلا إلى بعبدة وبيت الوسط ليبنى على الشيء مقتضاه؟ أوساط الرئيس عون قالت إنها لم تعرض عليها صيغة 24 وزيرا ولكنها لم تعارضها، يعني هل تم استطلاع الآراء حول هذه المبادرة فعليا؟ يعني الاتصالات ماشي بهالإطار، وهي يعني أفكار بقدر أنا فيها تطوير لما سبق، لكن تنقول مبادرة نهائية رئيس بري لن يقدم على يعني طرح مبادرة متكاملة إلا إذا كان في قبول من الأطراف، فالمرحلة بعد مرحلة التواصل مع الفرقاء الآخرين من أجل بلورة الأمور بشكل يعني متقدم، وعندها تطرح أي مبادرة يعني بشكل كمبادرة. ولكن ألا يمكن القول أن هناك صيغة نهائية لهذه المبادرة؟ يعني الصيغة سوف تقدم عندما تتبلور الأفكار كلها ويكون في قبول، يعني اليوم المبادرة شو نفع إذا ما كان في قبول من كل الأطراف وقبول يعني جدي من كل الأطراف. واضح أنه في تقدم على صعيد يعني بعض الأمور، يعني على سبيل المثال أنه على الأقل بموضوع الثلث المعطل، بموضوع العدد إذا كان في إمكانية لزيادة العدد، لكن يعني هذه الأمور بدها إذا بدك نوع من صياغة عند القبول، قبول الأطراف. طبعا يعني في جزء كبير من هذه الاتصالات ما بتكون معلنة، وإلا بتفقد يعني وضعيتها طالما أنه ما في هذا الشبه إجماع عليها من قبل الفرقاء الآخرين. في هذا الوضع السيء اللي احنا فيه اليوم هو الدافع الأهم والأكبر من أجل يعني تقديمات من يعني تنازلات من قبل كل الأطراف للوصول إلى صياغة. تفاؤلية إيجابية أم العكس؟ بالمحصلة وعلى حد قول الرئيس بري لا تقول فول تيصير بالبكيول، فهل ستذلل المساعي والاتصالات كل العقبات أمام التأليف على أمل أن يكون اليوم قبل الغد لنظيره قريب؟ أسف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح لأن نرى الجماعة الحاكمة عندنا يتلاعبون بمصير الوطن، وأكد أنه صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه، وهناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمصرفية والعسكرية، وأخرى تعتمد منهجية افتعال المشاكل لتمنع الحلول والتسويات. وتوجه الراعي لكل المتسببين بأزمة تشكيل الحكومة قائلا: كفوا عن السلوك المهين والأناني، وكفوا عن التضحية بلبنان واللبنانيين من أجل شعوب أخرى ودول أخرى، وكفوا عن البدع الميثاقية، وأفرجوا عن القرار اللبناني والشعب. إن حقوق الطوائف وحصصها تتبخر أمام حقوق المواطنين في الأمن والغذاء والتعليم والطبابة. نحن نريد السلام لا الحرب. الحياد هو لمصلحة الجميع وينقذ الجميع. أما المؤتمر الدولي فيزيل النقاط الخلافية المتراكمة، وهو خشبة خلاص، لأنه سيعطي لبنان عمرا جديدا من خلال تثبيت كيانه وحدوده الدولية وتجديد الشراكة الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلال وإحياء الشرعية وتقوية الجيش وتنفيذ القرارات الدولية. إن الأمم المتحدة وأصدقائنا العرب والدوليين منفتحون على نقاش هذا الطرح، لأنهم مهتمون بمساعدة لبنان على بقائه دولة حرة مميزة في هذا الشرق. وإننا نعلي الصوت مع جميع اللبنانيين بتأليف حكومة تعيد إنعاش المؤسسات وتطلق ورشة الإصلاح
لتأتينا المساعدات العربية والدولية الموعودة. هنأ بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصا بعيد قيامة المسيح من بين الأموات، وأمل في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي يكون الفصح المجيد بمعانيه الروحية حافزا لقيامة لبنان الجديد القائم على المحبة والرجاء الصادق. وتماشيا مع المقررات الرسمية والحجر والإقفال العام، اعتذر عن استقبال المهنئين مكتفيا بالصلاة عن نية جميع المحبين على أمل الخروج سريعا من الجائحة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون غرد عبر تويتر بالقول: أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح، أما تعميم التهم أو التهمة فيصب في مصلحتهم لأنه تجهيل للفساد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام. إقفال عام لمعظم القطاعات لثلاثة أيام وتفاوت بنسبة الالتزام بين منطقة وأخرى. خشية تكرار سيناريو أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تسببت التجمعات العائلية وفتح المطاعم والمقاهي في ارتفاع قياسي بالإصابات والوفيات، دخل قرار الإقفال التام في عطلة الأعياد الدينية بدءا من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي حيز التنفيذ تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للدفاع. وفي محاولة للحد من إصابات فيروس كورونا، أقفلت معظم القطاعات اليوم، فيما سيرت دوريات لقوى الأمن الداخلي لضبط المخالفين، اقتصرت عملية التجول على الأذنات من المنصة الإلكترونية الخاصة التي أضيف إليها هذه المرة خانة الكنائس. المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية أقفلت أبوابها وحدها، السوبرماركات والأفران والصيدليات حافظت على وتيرة عملها الطبيعية. الالتزام تفاوت بين منطقة وأخرى، وغابت في كل الأحوال زحمة السير التي شهدتها بعض المناطق قبيل قرار الإقفال وعطلة عيد الفصح. في صيدا التزم المواطنون بقرار حظر التجول، وبدت صباحا الطرقات خالية، فيما أقفلت المحال في سوق صيدا التجاري أبوابها. كذلك توقف أصحاب المصالح والعمال عن العمل في المدينة الصناعية الأولى والثانية. هذا وسيرت القوى الأمنية دوريات وأقامت حواجز متنقلة لها لضبط المخالفات. في سور شهدت المدينة إقفالا للمحال التجارية، وغاب رواد المقاهي ولا سيما رصيف المدينة البحري حيث تنتشر هذه المقاهي، فيما الحياة كانت طبيعية على الطرقات. أما في الشوف فشهد التزام بنسبة 80%، حيث أقفلت المحلات والمؤسسات الرسمية والخاصة بظل حركة سير خجولة إلا للمستثنيين من القرار، وأقامت القوى الأمنية حواجز للتدقيق هويات السائقين الذين يسمح لهم بالمرور بموجب تصاريح. الصيدليات أو الأزمة الاقتصادية لم توفر أي قطاع، من ضمنهم قطاع الصيدلة الذي طالتهم أعباء ارتفاع سعر الدولار. الصيادلة دعوا إلى وقفة تحذيرية يوم الخميس المقبل، فهل يتجاوب وزير الصحة مع مطالبهم ضمن حدود صلاحياته قبل الخميس؟ بعد وعود وزير الصحة حمد حسن بمساعدة القطاع الصيدلي على الاستمرار عبر تقديم الدعم لجعالة الصيدلي دون تأثير يذكر على قدرة المواطن الشرائية للدواء، وبعد مرور أسبوعين دون أي بوادر لتنفيذ الوعود، تتوقف الصيدليات عن العمل الخميس المقبل، وينفذ الصيادلة وقفة أمام وزارة الصحة في خطوة تحذيرية من انهيار أكثر من 600 صيدلية إذا ما استمر الواقع على ما هو عليه. وبحسب نقيب الصيادلة غسان الأمين، فإن الصورة بإمكان التجاوب مع مطالب الصيادلة يفترض أن تتضح الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير، وعليه يبنى الاستمرار في التحرك الخميس من عدمه. الصيدلي اليوم باختصار ربحه بالصيدلية أو جعلته ما عم تكفل هو تشغيلية للصيدلية، وبالتالي بلشت الصيدليات تتعرض لخسائر ومنهم عم يضطروا يسكروا، وإذا الأمور تضل ماشي هيك طبعا في خطر على مهنة الصيدلي وعلى قطاع الصيدلية، وبالتالي هذا بينعكس خطر على صحة الناس. اليوم نحن مع الوزارة في اتفاق على خطوط عريضة مهم كتير، طبعا بحاجة لتترجم بس بشكل واضح. نحن اللي عم نشتغله مع الوزارة هو لأخذ بعض القرارات بحدود صلاحيات الوزير، لا بس تزيد من صمود هالقطاع ولكن مش لحل مشاكله 100%.
لا يقدر يصمد هالقطاع ويقدر يكمل، لكن عرفنا في حكومة ما في حكومة. أما الخطر الأكبر فيبقى خطر رفع الدعم الذي لوح به وزير المال نهاية أيار. رايحين باتجاه رفع الدعم عن السلع من هلأ لشهرين مثل ما كل المعطيات عم تقول، وطبعا هذه حكومة حتى عن الدواء؟ يعني حاكم مصرف لبنان اللي قالوا أنه هو ما قادر يكمل دعم أكثر من شهرين، ما حدد. فأنا بتوقع أنه الدواء هو آخر شيء ممكن ينشال عنه الدعم، ولكن في حال انشال عنه الدعم طبعا حيترك أثر سلبي كتير على كل القطاعات، يعني على الضمان الاجتماعي وتعمية موظف الدولة وجهات الضامنة وعلى الصيدليات وعلى المواطن وعلى كل القطاعات. إذن بات اللبناني يعيش كل يوم بيومه بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، وبطبيعة الحال قطاع الدواء كسائر القطاعات ذاهب في منحى مجهول بغياب أي رؤية سياسية اقتصادية واضحة لدى المعنيين. مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض تحدث على حسابه عبر تويتر عن اللقاح في سلسلة تغريدات وقال: الكورونا في لبنان لا يزال عدد الحالات الجديدة ومعدل الفحوص الموجبة والوفيات مرتفعا، لكن عدد الحالات في العناية المركزة آخذ في الانخفاض، لافتا إلى أن ذلك يعود جزئيا إلى تلقيح الأفراد الأكثر عرضة للخطر مثل الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما والذين يشكلون أكثر من 50% من الحالات الحرجة. أوضحت وزارة الصحة أن الشهادة المعتمدة للتلقيح للذين تلقوا جرعتين من اللقاح عبر الوزارة هي الشهادة الإلكترونية التي تحتوي على باركود والصادرة على صفحة بيانات الملقح المعنية عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة لتوقيعها أو ختمها من الوزارة. وذكرت الوزارة بالقرار الصادر في وقت سابق عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمتعلق بإصدار وثيقة تلقيح رسمية للملقحين من خارج المنصة الإلكترونية الوطنية من الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح بظروف فضلة، أو ممن تلقوا اللقاحات من خلال مبادرات خاصة. وينص القرار على ضرورة أن يجري هؤلاء فحص المناعة IgG بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على الأراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص، كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان. بناء على هذه المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني. أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الثامنة من لقاح فايزر إلى لبنان وتحتوي على 46,800 لقاح، وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 297,180 ألف لقاح من فايزر. ولفتت الوزارة إلى أن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا الصادر عن وزارة الصحة العامة. من جهة ثانية أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أهمية دور القطاع العام في تأمين لقاحات الكوفيد-19، مؤكدا وصول دفعة جديدة من لقاحات الفايزر تقدر مع احتمال وصول لقاحات إضافية من أصناف مختلفة. ودعا البزري المواطنين إلى التسجيل في المنصة المخصصة للقاحات مشددا على حق المواطن في الحصول على أفضل اللقاحات ضمن أفضل المعايير. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالين من كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للاطمئنان عليه جراء إصابته بفيروس كورونا. أقدم رئيس بلدية زوتر الغربية السابق حي دال على إطلاق النار على المدعو ميم عين صاحب صيدلية في النبطية بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته على الفور، وذلك بحسب المعلومات الأولية. وفي التفاصيل أن الجاني أطلق النار على الشاب من سلاح حربي عندما كان داخل صيدلية عند جادة نبيه بري في النبطية وأرداه،
وسلم نفسه إلى عناصر القوى الأمنية. في صيدا ككل المناطق اللبنانية أسعار السلع تخنق المواطن الذي قلت حيلته أمام جنون الأسعار. تتفاقم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمعيشية وانعكاساتها على الناس في صيدا التي تجاوزت فيها عائلات خط الفقر جراء ارتفاع أسعار مختلف السلع والاحتياجات، سيما أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار والفاكهة، حتى بات معها فتح علبة تون متعذرا بسبب غلائها، أو حتى سندوش فلافل، صحن فول أو منقوشة، أي ما كان يعرف بلقمة الفقير التي سقطت من قاموس العائدات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. في خضم هذا الغلاء يكافح هؤلاء في سبيل تأمين قوتهم اليومي بعيدا عن الحاجة. كاميرا تلفزيون لبنان راصدت معاناة الناس ووجعهم. راح بوقف لأنه ما عادش في طوابير للفول والحمص فوق طاقته، ما عادش تشتغل. كيف بدك تشتغل؟ العلب هذه كلها نجيبها ب 4000 صار حقها 32000، هذه كان حقها 8000 صار حقها 50000. طب كيف هي؟ لفت الورق اللي حقها 8000 صار حقها 40-45000 ليرة. طب ليه؟ قوت لا يموت، يعني لا قادرين نجيب شيء. إذا كيلو الفلافل ب10 عم بقوا فيها، مش خلصن هن أصل الحسبة والتجار الكبار. البطاطا ب50000 الكيس، إذا عائلة نحن 7 أنفس شو بدنا نجيب؟ الله بده يدبرنا، مين بده يدبرنا؟ اللي كانوا يعطوا برمضان بطلوا يعطوا، صاروا فقراء. بغلي الواحد، بغلي الفروقات، بس بغلي عن أبو جنب ما بصير هذا. بعدين يا خيي حقه يغلي، فيش مين عم بيراقبه، حتى اللي عم يشتروا من عنده بدهن قتله. لشو تشتروا ما تشتروش؟ مشهد لم يعد غير اعتيادي أو استثنائي، بل على العكس صار جزءا من يومياتنا في أزمة تنتظر رأفة المسؤولين على هذا البلد عبر تأليف حكومة تنفك معها ضيقة المواطن الخانقة. أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بيان أن يوم الثلاثاء الواقع في 13 نيسان أول أيام شهر رمضان المبارك بناء على المبنى الفقهي لسماحته بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية، وتضرع إلى الله أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الأمة جمعاء، وأن يوفقنا للصيام والطاعة، وأن يرفع عنا وعن الجميع هذا البلاء، ويرزقنا العافية والسلامة. الفنان إدوار الهاشم في ذمة الله. فيا أيها القادم الكبير الكبير، مرحبا بك. وإذا كنت لم تتزوج بعد فكلنا زوجاتك. كيف يا برناف؟ نعم كلنا زوجاتك، كلنا أولادك، كلنا عائلتك الكبيرة. يعيش يعيش يعيش. توفي الممثل اللبناني القدير إدوار الهاشم عن عمر ناهز 88 عاماً. الممثل الراحل الذي ولد في قرطبة وترعرع في العقورة كان دخل إلى المديرية العامة للطيران المدني بوظيفة كاتب بعمر 19 سنة، انتسب بعدها إلى الفرقة الوطنية للتمثيل في الجامعة الأمريكية وكان عمره نحو 22 سنة، وقد سجل مع الفرقة عشرات الحلقات تحت اسم في مواكب النور للإذاعة اللبنانية. وفي تلك المرحلة كان بدأ تلفزيون لبنان تسجيل مسرحيات وحلقات، حينها دعاه المخرج شكيب خوري وغيره للانضمام إلى تلك الأعمال، وكان أول عمل له في التلفزيون قناة 7 مسرحية الأم عام 1960 من إخراج عصام حموي، وكما في التلفزيون في السينما أيضا، حيث أتت مشاركته الأولى في فيلم الانفجار عام 1982. أما أولى مسرحياته فكانت صف المحامين، ومن بين الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل بين بيروت ودبي ولونا والينابيع وكندا وكراميل، كما شارك بمسرحية يوسف بيك كرم عام 1996 وفي فيلم إيراني عن حرب تموز عام 2007. بوفاة الهاشم يفتقد زمن الفن الجميل رمزا فنيا طبعت مسيرته الفنية أدوارا فيها من الاحتراف والثقافة والعلم ما يغني عالم التمثيل اللبناني.
أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحاً من داخل شاحنة أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين شاحنة من نوع بيك أب وسيارة رباعية الدفع على طريق عام عميق البقاع الغربي. وقد استعان العناصر بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية لتمكن من تنفيذ المهمة نظرا لتضرر هيكل الشاحنة بشدة نتيجة قوة الحادث، فيما أسفر الحادث عينه عن سقوط 3 جرحى آخرين. تولت جهات أخرى نقل الجرحى جميعهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. أحييكم مجدداً ولا أخبارنا العربية والدولية. اتصال هاتفي بين الظريف ولودريان، والأخير يدعو طهران للتعامل البناء خلال المحادثات غير المباشرة. دفع فرنسي لإنجاح محادثات فيينا غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 نيسان، وفي جديد محاولات الإليزي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، دعوة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الجمهورية الإسلامية للتعامل البناء خلال المحادثات غير المباشرة. وقال لودريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إنه طلب من طهران الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية لدعم المناقشات، وأضاف: حثثت إيران على التعامل البناء في المناقشات المقررة، وهي تهدف للمساعدة خلال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات اللازمة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. في المقابل أعلن ظريف أنه طالب باريس بوقف التزاماتها بالعقوبات الأمريكية غير القانونية وتنفيذ تعهداتها الواضحة في الاتفاق النووي. هذا وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد رفضت أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران خطوة بخطوة، وشددت على أن السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية هي رفع كل العقوبات الأمريكية. لفت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى أن هناك فرصة ليس فقط للتقارب مع إيران، وإنما حتى للشراكة معها إذا أوقفت طهران سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن أمريكا تظل لاعبا أساسيا في ضمان أمن المنطقة. وحول فرص التقارب مع إيران أشار فرحان في مقابلة مع شبكة CNN إلى أننا نريد من إيران وقف أنشطتها التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة وسلوكها العدواني. بالطبع إذا كانت على استعداد للقيام بذلك فإن ذلك سيفتح الأبواب ليس فقط للتقارب ولكن حتى للشراكة. في ميانمار الوضع من سيء إلى أسوأ. الوضع الأمني في ميانمار يتدهور سريعا، ويبدو أنه بلغ مرحلة لا عودة وسط غارات للجيش أجبرت الآلاف على الفرار، يقابلها دعوات من متمردين لحمل السلاح. وفي تفاصيل التطورات الميدانية الأخيرة، فرار أكثر من 12,000 مدني من ضربات جوية شنها الجيش تسببت كذلك بسقوط ضحايا وفق ما أعلن الاتحاد الوطني للكارين، وهو من أكبر المجموعات المسلحة في البلاد التي استولت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بولاية كارين في جنوب شرق ميانمار ردا على انقلاب الجيش في الأول من شباط. وقالت المجموعة المسلحة إن العديد من المدنيين بينهم طلاب قتلوا ودمرت مدارس وبيوت، مؤكدة تأييدها للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية ومهددة بحمل السلاح مرة أخرى
ضد المجلس العسكري الذي يقمع الاحتجاجات بقسوة. في المقابل يكثف الجيش مساعيه لكبح المعارضة بحجب الانترنت عن طريق الهاتف المحمول وإيقاف الاتصال اللاسلكي بالشبكة وحرمان معظم العملاء من الخدمة وإصدار مذكرات اعتقال لمنتقديه. ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر الجمعة أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 شخصية معروفة، بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان بموجب قانون يهدف لمكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم. وقد توقفت إلى حد كبير المظاهرات التي اجتذبت عشرات الآلاف في المدن الكبرى خلال الأيام الأولى من تحدي المعارضين للجيش، حيث أصبح معارضو الانقلاب يخرجون في مسيرات صغيرة. وقد أسفر فتح قوات الأمن النار باتجاه محتجين اليوم عن مقتل 5 أشخاص. والآن إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. قال حاكم محافظة أوساكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا إن تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو استمر عبر محافظة ناغانو، لكنه تمنى على السلطات في أوساكا مناقشة إلغاء رحلة الشعلة في الجزء الغربي من المحافظة لتجنب الاشتباك والاختلاط بين الناس. مع العلم أن رئيسة لجنة الألعاب الأولمبية سيكو هاشيموتو قالت إن المنظمين سيجرون محادثات مع السلطات لاتخاذ قرار بشأن مصير تتابع الشعلة هناك. أعلن نادي مان يونايتد الإنجليزي عن إطلاق حملة جديدة لمكافحة العنصرية سيراد، تدعو الجماهير إلى الإبلاغ عن الحوادث العنصرية، وتشجع الحملة المشجعين على تحمل المسؤولية والإبلاغ عن مثل تلك الحوادث أو جرائم الكراهية الأخرى والدفاع عن أولئك الذين قد يكونون في الطرف المتلقي للانتهاكات التمييزية. سيطبق نيكو روزبرغ سنوات الخبرة التي كسبها في فورمولا 1 للسيارات للعب دور جديد كمالك لفريق مشارك في بطولة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة هذا الأسبوع. وقال بطل العالم لمنافسات فورمولا 1 للسيارات عام 2016 في منطقة العلا السعودية إنه صاغ أسلوب الفوز ونقله إلى فريقه الحالي روزبرغ أكس ريسينج لمساعدة بطل سويد الثلاثي لسلسلة رالي كروس البطل يوهان كريستوفرسون ومولي تايلور. وقال روزبرغ إنه سيجري المزيد من الاختبارات على سيارة SUV21 للتأكد من جهوزيتها بشكل مناسب للسباقات التالية. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، وفي الختام أيضا نتمنى لجميع اللبنانيين فصح مجيد. إلى اللقاء.